وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية انشاء انماط تنسيقات سريعة ممكن نستخدمها في اكثر من وقت وبسرعة. مثلا عندنا هذه ملاحظة ونحب تكون منسقة بشكل مميز حتى تبرز بشكل واضح. طيب نحددها وطبعا نجي الى الصفحة الرئيسية، نضغط على هذا الخيار هذا الشكل ونجي الى حدود وتظليل، نختار احد الحدود من هذه المنطقة مثلا هذا الحد، ومن ثم نختار اللون مثلا احمر ومن ثم موافق، ممكن طبعا تكون بولد وطبعا بلون احمر بهذا الشكل. طيب بعد ما اجرينا هذه التنسيقات وحددناها راح نجي الى الصفحة الرئيسية، ايضا نجي الى هذه المنطقة الى منطقة الانماط، نضغط على هذا الخيار ومن ثم انشاء نمط جديد راح نسميه مثلا ملاحظة موافق. اذا لاحظ انه هذا النمط هو نمط ملاحظة تم اضافته بشكل مباشر بصندوق الانماط. طيب عندنا مثلا ملاحظة اخرى بهذه المنطقة، نحددها ونختار ملاحظة، اذا لاحظ انه تصير بنفس التنسيق. ايضا عندنا هذه ملاحظة ايضا نحددها وراح تكون بنفس التنسيق.